في النادي الاهلي سواء اجهاد سواء اصابات في العضله الاماميه خلفيه ضمه الحاجات دي كلها دي بتيجي نتيجه الاجهاد الزياده في التمرين من اللاعب نفسه وليس من الاحمال عموما. انا مش بقول كده عشان اعفي اي حد، انا بقول لك الحقيقه. يعني انا احتكيت طبعا، كنت اتشرفت ان انا لعبت في النادي الاهلي. التمرين في النادي الاهلي كانك بتلعب ماتش وزياده، بتلعب ماتش تنزل تمرين بعديها بيوم بعديها بيومين، لازم تأدي التمرين على احسن ما يكون. مفيش حاجه اسمها مجهد، مفيش حاجه اسمها اصل انا هتدلع شويه، مع انك انت هتلعب انت عارف انت هتلعب، لكن انا لازم، انا كلاعب نادي اهلي انطباعي من جوايا ان انا لازم اثبت للناس واثبت للجهاز الفني ان انا بأدي التدريبات زي الماتشات، عشان كده حاجز مكاني في التشكيله الرئيسيه. دي كانت اخبارنا. نروح لفاصل سريع جدا عشان استعرض مع حضراتكم نتائج الجولة الثانية قبل ما استقبل ضيوف الكرام للتحليل عن هذه الجولة.